السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم بالتأكيد كل هذه الزحامات هي بسبب هاي الوزارة. كل بغداد تئن وتشكو من الزخم، ترى بسبب هاي الوزارة. هسه يقول شلون راح اجيب وزارة وشلون راح اجيب شخصية من الوزارة ويحكي عليها في بداية الحلقة. لكن بالتالي هي راح تحل مشكلة كبيرة في داخل بغداد وكذلك في بعض المحافظات أيضا، لكن العاصمة الزخم العدد الكبير توصل إلى 9 مليون نسمة هو في قلب بغداد. اليوم احنا حوارنا راح يكون صريح وكبير، وكل التساؤلات موجودة أمامنا مع وزارة مهمة جدا، ووزارة تعمل بصراحة بشكل كبير، ووزيرها أيضا يعمل بشكل كبير. أمانة احنا كإعلاميين أو يعني نعرف احنا في وسط الإعلامي من يعمل ومن يتلكأ، وأعتقد عامة الناس أيضا أدركت العمل بدأ ينهض بشكل كبير في هذه الحكومة، ليس تملقا لها بل هناك فعلا بدأت الحياة تدب في قلب بغداد وبعض المحافظات. حلقتنا اليوم هي حلقة خاصة عن وزارة الإعمار والإسكان، هذه الوزارة المهمة اللي تعمل على فك الاختناقات. هذا جزء من عملها، لكن ما يدور في يعني أوساطنا في البيوتات العراقية وفي البيوتات البغدادية على حد الاختصار، هذه الوزارة كثير من المجسرات وأيضا جسور أو هناك مشاريع أخرى 16 مشروع، كل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأستاذ المهندس استبرق صباح. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ صباح. أهلا وسهلا يا مرحبا، حياكم الله في قناتكم قناة الأيام. الله يسلمك دكتور، الله يحفظك. أستاذ استبرق، وزارتكم مسوي لنا مشاكل هو. نعم. خلينا نتعرف على وزارتكم بالبدايه وبعدين ندخل في اجمل التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على اتاحه هذه الفرصه، واسعد الله مساءكم ومشاهدين قناتكم الموقره. نعم بالفعل مشاريع فك الاختناقات المروريه اليوم هي تتسبب نوعا ما في زحامات مروريه أكثر مما كانت هي عليه، لكن المواطن بدأ يشعر أو يلمس بالحقيقة ثمار هذا التعب. اليوم الوزارة تقدر وعلى مستوى عالي شعور المواطنين. نعم يعني من إجينا طلقنا مشاريع فك الاختناقات المرورية وبالتحديد الحزمة الأولى، كان هنالك نوعا ما من التضجر من قبل المواطن، وهذا حقه والوزارة تقدر مقدر من شعورهم، وإحنا فعلا أيضا بخدمة المواطن. وزارتنا بشكل أساسي هي وزارة جهة قطاعية خدمية، وتحت شعار حكومة الخدمات الحالية أطلقنا الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية لكي تعالج بصراحة الاختناقات والزحامات المرورية التي تشهدها بعض العقد المرورية في جانبي الكرخ والرصافة. اليوم محافظة بغداد هي محافظة مليونية يسكنها مثل ما تفضلت حضرتك أكثر من 9 مليون، وبالتالي يضع صراحة هذا تحديات كبيرة على عاتق الدولة وعاتق الوزارة باعتبارها الجهة القطاعية المسؤولة نوعا ما عن قطاع الطرق والجسور، لكن بفضل المتابعة المستمرة لهذه المشاريع من قبل دولة الرئيس الوزراء ومعالي السيد الوزير والكادر المتقدم في دائرة الطرق والجسور، بدأ المواطن اليوم يلمس ثمار هذه المشاريع. هذه المشاريع بكل تأكيد هي لخدمة المواطن، أتت لتحل الاختناقات المرورية في تلك العقد. بالأساس هي كانت هذه المناطق بالحقيقة هي تشهد زحامات مرورية، تم إعداد فرق متخصصة من قبل وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أمانة بغداد والأخوة في المحافظة وباقي الجهات القطاعية ذات العلاقة، وشكلنا حقيقة فرق، وتم العمل في بداية عام 2003. أيضا جبنا استشاري دولي معتمد فيما يخص الاستراتيجيات التخطيطية في محافظة بغداد وباقي المحافظات، وعملت الوزارة بالحقيقة على قدم وساق على إعداد تصاميم تخطيطية وهندسية لهذه المشاريع. هذه المشاريع على مستوى عالي من الأهمية وهي ذات مساس مباشر بحياة المواطن،
بالحقيقة مشاريع فك الاختناقات المرورية، وبالتحديد اليوم نتكلم عن الحزمة الأولى اللي انطلقت. اللي هي شنو الحزمة الأولى؟ اللي الحزمة الأولى بالحقيقة هي عبارة عن 16 مشروع. هذه المشاريع تنوعت. عفوا استاذ استبرق، انا عرفت بانه كلها 16 مشروع. هن كلهم 16 مشروع الحزمه الاولى. يعني توقعت بانه كل الحزم عباره عن 16 مشروع. لا لا لا، هي بالحقيقه اكو بعد حزمه ثانيه، وربما نذهب الى ما هو ابعد من ذلك. اها نعم. اذا سمحت لي، مشاريع فك الاختناقات المروريه وبالتحديد الحزمه الاولى هي عباره عن 16 مشروع. ما هي هذه المشاريع؟ هذه المشاريع عباره عن تطوير لتقاطعات مهمة في جانبي الكرخ ورصافة، عبارة عن مجسرات، عبارة عن جسور، عبارة عن أنفاق، وعبارة عن تطوير وتوسيع لتقاطعات تشهد زحامات مرورية بالأساس مسبقا. تمت إحالة هذه المشاريع. اليوم الوزارة تعمل ب 14 مشروع. لم يتبقى لدينا من إطلاق مشروعي فقط من فك الاختناقات المرورية، وسيتم إطلاقها في القريب العاجل، ربما مطلع العام القادم إن شاء الله. لم يتبقى لدينا يوم أو يومين من هذا العام. بالحقيقة تم إحالتها إلى شركات عراقية وشركات أجنبية، وربما ائتلاف شركات ما بين شركات عراقية وشركات أجنبية. تم دراسة وتحليل ملفات هذه الشركات. اليوم بالحقيقة ما عندنا وقت أو ما عندنا مجال إلى أن نرجع لي وراء ونذهب ونحيل إلى شركات مو قد المسؤولية ومو رصينة. اليوم أمامنا فقط أن نتقدم، ما عندنا غير خيار بالحقيقة. لذا الوزارة حرصت كثيرا على إحالة هذه المشاريع إلى شركات تتمتع برصانة والمواصفات الفنية والتخطيطية المعتمدة، بناء على دراسة ملفات هذه الشركات. وبالفعل اليوم مشاريع فك الاختناقات المرورية الحزمة الأولى تشهد تقدما واضحا وملموسا. اليوم الوزارة حققت نسب إنجاز فعلية أكثر مما هو مخطط بالواقع. يعني اليوم عندي أنا على أرض الواقع محقق أكثر مما أنا مخطط له. كل هذا بفضل المتابعة المستمرة لهذه المشاريع. أيضا اليوم وزارة تعمل حسب توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم أن يكون العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية أو بالحقيقة أيضا مداخل بغداد أن يتم على صباحا ومساء وبثلاثة شفتات، وهذا بالحقيقة ما يتم فعلا. من طلقنا بالحقيقة المشاريع فك الاختناقات المرورية انطلقت يعني فصل الثالث أو الرابع، كانت أجواء درجات الحرارة مرتفعة جدا في فصل الصيف، وتحملت بالحقيقة كوادرنا الأجواء الحارة، واليوم تتحملون برودة الأجواء والأمطار في فصل الشتاء، والعمل مستمر ضمن هذه الحزمة ولن يتوقف إن شاء الله. وسنشهد إن شاء الله افتتاح أولى هذه المشاريع في بداية العام القادم، وسنشهد أيضا في منتصف العام القادم أيضا افتتاح. الافتتاحات لهذه المشاريع ستتوالى إن شاء الله في عام 2024. عام 23 بالحقيقة هو عام إطلاق المشاريع وبداية المشاريع أو تخطيط المشاريع. عام 24 إن شاء الله سيكون عام الإنجازات لوزارة الإعمار والإسكان. اليوم وزارة الإعمار والإسكان تعمل على قدم وساق، ليس فقط في مشاريع الطرق والجسور، أيضا سنشهد إطلاق الحزمة الثانية من فك الاختناقات المرورية. قبل ندخل بالحزمة الثانية، الحزمة الأولى وين وصلت المشاريع نسب إنجازها؟ مثلا مجسر باب المعظم، ساحة النسور، ساحة عدن، مجسرات الموجودة على القناة. نعم. شلون وصلت نسبهم؟ بشكل عام أنا ذكرت لحضرتك نسب الإنجاز، إحنا حققنا بالمخطط أكثر من الفعلي. هسه اليوم أنا ما أقدر أعطيك رقم دون رقم، ليش؟ لأنه كل مشروع له خصوصيته. يعني إذا نجي ذكرت لي على مال مشروع مال تقاطع الفنون الجميلة، هذا سيتم افتتاحه مطلع العام القادم. نعم سنفتتح إن شاء الله مطلع القادم، وفي بداية العام في منتصف العام أيضا سنفتتح مشروع أكبر منه. مشاريع فك الاختناقات المرورية بالحقيقة تتباين في حجومها وتتباين في خصوصيتها. أكبر مشاريع فك الاختناقات المرورية عندنا هو مشروع تطوير ساحة النسور. مشروع ساحة النسور هو مشروع ضخم وكبير، يتكون من 5 فقرات أساسية، يتكون من مجسرين عدد 2، ويتكون من 3 أنفاق. الميزة بالحقيقة في هذا المشروع بالتحديد يتكون من نفق أسفل نفق، يعني اليوم احنا راح ندخل في نفق، وفي ليفل ما هو أدنى منه أيضا راح يدخل نفق راح يمشي جوا. بالضبط.
هذا مما يضيف صراحة ميزة لهذا المشروع وتعقيد كبير بالحقيقة، ويحتاج إلى تكنولوجيا، ويحتاج، وهذا بالحقيقة ما تم مراعاة هذا المشروع وخصوصية هذا المشروع لدى الإحالة لإحدى الشركات المؤتلفة، اللي تم إحالته إلى شركة عراقية مؤتلفة صينية، إلى العفو إلى شركة صينية، واضح فقط صينيين، واضح فيما يخص هذا حسب المشروع. ما عرفت نسبة العمالة الفنية 50% بالضبط، هذا فيما تحدد القوانين، طبعا هي خاضعة يعني بلس ماينس قابلة للتغيير. ليش؟ لأنه حسب التقنيات. أيضا سيتم للمرحلة الأولى استخدام تقنيات لم يتم استخدامها في العراق فيما يخص المجسرات. اليوم مشروع ساحة النسور بالتحديد وبحكم الخصوصية لهذا المشروع يحتاج إلى أكثر من تقنية، تقنيات فيما يخص المجسرات سيتم استخدام تقنية البوستنشن، وهذا التقنية ما معمول بها في العراق سابقا. أيضا سنستخدم تقنيات خاصة فيما يخص الأنفاق، تعرف عندنا أنفاق بمستويين، وبالتالي مشروع ساحة النسور راح يوفر لي حركة مرورية بأربعة مستويات، مستويين منها تحت سطح الأرض وسطح الأرض والمجسرات المستوى الرابع. بالحقيقة ما كنا تعارضات طلعت عندكم، أنت مهندس اختصاص، أجينا على التعارضات، أنا سدى أجيك وأنت جنابك سبقتني. مشاريع فك الاختناقات المرورية بالحقيقة واجهت تحديات كبيرة خاصة في مرحلة التخطيط والتصميم. ليش؟ اليوم في محافظة بغداد ما عندنا خرائط لإمدادات البنى التحتية بشكل دقيق، هي موجودة مو موجودة، لكن خرائط دقيقة لإمدادات البنى التحتية لا تتوفر بالقدر المناسب أو المستطاع أو بالقدر اللي يخدمنا بعملية التخطيط والتصميم. واجهنا تحديات كبيرة أيضا فيما يخص موضوع الاستملاكات، لكن للأمانة جهات ذات العلاقة كانت على قدر عالي من المسؤولية وتعاونت معنا بشكل كبير، خصوصا الأوقاف وغيرها ووزارة الكهرباء والدفاع والداخلية وإلى آخره. لأن تعرف جنابك من نجي نطور في التقاطع معين ونضيف له توسعات جانبية أو توسعات محورية فيما يخص محاور النقل سواء كانت جسور أو مجسرات، أنت بالتالي قد تضطر إلى أن تستملك أجناب أو أكتاف هذا الطريق، وبالتالي بالحقيقة هذا مو أمر سيء، مو أمر بالهين. إضافة واجهتنا تحديات فيما يخص إمدادات البنى التحتية. يعني إذا نرجع على مشروع ساحة النسور بالتحديد، مشروع ساحة النسور التحديات اللي واجهتنا به هي إمدادات خطوط الصرف الصحي، المياه، خطوط قابلوات الكهرباء الضغط العالي والناصي، إضافة إلى التحدي إلى قربه من وزارة الاتصالات وبرج المأمون وفايتة الكيبلات فيما يخص الاتصالات. لكن بالحقيقة وللأمانة أقولها، التحديات لن تشكل لدينا عائق فيما يخص المشاريع، ربما تأخذ شيء قليل من الوقت، لكن بفضل الإدارة الجيدة والاستراتيجية اللي وضعتها الوزارة من أجل إنجاز هذه المشاريع بالتوقيتات المرسومة بها وأعلى المواصفات والمعايير الفنية الممكنة، نتجاوز التحديات وما تشكل عندنا أي عائق، لأنه تم تشكيل فريق متخصص بكل مشروع من قبل الوزارة من الجهات ذات العلاقة، وأي تحدي يطلع عندنا في الموقع ده ينحل وده نمضي به، وماضين إن شاء الله بالإنجاز، وإن شاء الله جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية الحزمة الأولى سيتم إنجازها في التوقيتات المرسومة إليها وبأعلى المواصفات والمعايير الفنية الممكنة، إضافة إلى سيتم إطلاق الحزمة الثانية. أبقى بالحزمة الأولى أستاذ صالح، نبقى بالحزمة الأولى لأن أكو مشاريع كبيرة بصراحة، نعم، وهي في لب المناطق، نعم، وبالتقاطعات الرئيسية. مثلا ساحة عدن، نعم، شلون وين وصل المشروع؟ ساحة عدن أيضا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سيتم افتتاحها منتصف ربما شوية أكثر العام القادم. ساحة عدن بالحقيقة من المشاريع اللي وهي كل المشاريع تتابع ميدانيا صباحا ومساء، خصوصا المتابعات الليلية صراحة هي أكثر من المتابعات النهارية. ساحة عدن وصلنا به كملنا نسبة 100% فيما يخص أعمال الجيوتكنيك وأعمال أيضا ما هو فوق سطح الأرض، حققنا به نسب إنجاز فعلية أكثر مما هو مخطط. ربما يكون هو المشروع الثاني اللي راح نفتتحه خلال العام القادم إضافة إلى مشاريع أخرى من بعد افتتاح مشروع ساحة عدن. يتكون من مجسرين ون واي، طبعا المجسرات اللي راح تنقل الحركة من مطار المثنى والشالشية باتجاه حي الجامعة واتجاه بوابة بغداد، نعم، أوفر فلاي واحد فوق الله، وهو أيضا هذا هو مشروع كبير لكن يحظى باهتمام بالغ، لأن بحكم
واقعة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، تعرف حضرتك مدينة الكاظمية ومدينة الحرية وإلى آخره، وامتدادة باتجاه الدولة والعدل وحي الجامعة من هذا الجانب. ماضية يعني صراحة يعني نحن يعني احنا مرتاحين بصراحة، يعني احنا كوزارة بنسب الإنجاز، كوادرنا بالحقيقة تعمل ليلا ونهارا، واكو تعاون مثل ما تفضلت، اكو تعاون بالضبط ويا كافة الجهات ذات العلاقة، يعني وزارة الكهرباء أيضا متعاونة، أمانة بغداد متعاونة للأمانة، النفط، السكك، الآثار إلى آخره. إضافة إلى أنه إحنا ندعو المواطنين، المواطن اليوم من حقه يضوج ومن حقه، المواطن له كل الحق، هذه هي الخدمات هي حق وليست هبة من الدولة، وهذا هو توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم أن توفر الخدمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن وعلى مواصفات المعايير الممكنة. أيضا فيما يخص الاختناقات أو الزحامات اللي تفضلت بها جنابك في بداية الحلقة، احنا طبعا عملنا ايضا بالحقيقه ما قطعنا شارع نهائيا، بالعكس عملنا على ايجاد طرق ميسنيه وطرق جانبيه وطرق بديله، ازلنا بعض الارصفه، ازلنا بعض اعمده الكهرباء بموافقه وزاره الكهرباء والجهات الاخرى، على مود نقدر نستخدمها وتنطينا فد مرونه نوعا ما في اداره النقل في المشروع. تعرف اليوم حضرتك اول ما تنطلق المشروع ويسلم المشروع الى الجهه، يعني تحتاج الى فد مساحه الكرفانات والأعمال اللوجستية والدعم الفني للمشروع والهندسي إلى آخره. فبالتالي واجهنا بعض الصعوبات والتحديات في بداية انطلاق هذه المشاريع، لكن الحمد لله ندعو الله أن تسير الأمور وفق ما هو مخصص إلها لنقدر نفتح هذه المشاريع الواحد تلو الآخر. وبطبيعة الحال تعرف حضرتك متى ما بدأ المشروع مبكرا يتم افتتاحه مبكرا، مع خصوصية وميزة كل مشروع من ناحية يعني الكبر وعدد الفقرات الهندسية. إذن 16 مشروع في الحزمة الأولى، الآن ندخل في الحزمة الثانية. الحزمة الثانية هي حزمة ثانية لمشاريع فكر الاختناقات المرورية. صراحة احنا ما نقدر هسه يعني أقول لك ايش قد عدد مشاريع، لكن هي مقررة أيضا، هي تخضع للدراسات المعمقة التخطيطية والفنية. ستنطلق ايضا ان شاء الله مطلع العام القادم المشاريع فك الاختناقات المروريه فيما يخص الحزمه الثانيه، ايضا ستعالج موضوع الزحامات والاختناقات المروريه في مناطق اخرى على جانبي الكرخ والرصافه، وايضا عندنا طريق الحلقه الرابع ان شاء الله يتم المباشره به مطلع العام القادم. هذا الطريق الرابع اللي هو من مطار، طريق الحلقه الرابع اللي هو الرنج الرابع دار مدائر بغداد، نعم، واللي هو مقر ضمن التصميم الاساسي للماء الشامل لمحافظه بغداد 2030. هذا هو طريق تنموي بالحقيقه، مشروع كبير راح ينقل لي الحركه المروريه من المحافظات الشماليه الى الجنوبيه وبالعكس دون المرور في العاصمه بغداد بالضبط. اضافه الى انه ستكون هنالك فعاليات تجاريه وفعاليات صناعيه على هذا الطريق، وهو طريق تنموي ومشروع تنموي كبير ايضا ان شاء الله، او من المؤمل ان يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم. احنا حتى يكون واضح للمواطن هسه يقول شنو مجسر شنو جسر، اثنيناتهم نفس الشيء حتى نفهم المواطن. لا طبعا هي تختلف، المجسرات هي اللي تمشي على المستوى الارض الطبيعيه، والجسر بطبيعه الحال هو اللي يعبر المي. ايضا افتتحنا جسر الحرية أو جسر الإجراءات اللي أطلق عليه دولة الرئيس، جسر الحرية جسر الإجراءات الأسبوع الماضي. هذا الجسر بالحقيقة هو أحد معالم بغداد المعمارية الجميلة، وسيضيف لمسة لمحافظة بغداد، عبارة عن جسر مشات يربط جانبي مدينتي الكاظمية ومدينة الإجراءات، وبأربع أطلالات على الاستراحات على النهر دجلة، وهو معلم بالحقيقة معلم هندسي ومعلم معماري جميل أيضا تم افتتاحه. وافتتحنا أيضا الأسبوع الماضي جسر كونكريتي أيضا في محافظة الديوانية. الافتتاحات بالحقيقة متوالية في وزارة الإعمار والإسكان، اليوم وزارة الإعمار والإسكان تتابع مشاريعها بشكل حريص والوزارة حريصة كل الحرص على إنهاء موضوع المشاريع المتلكئة، وفعلا أنهينا مسألة المشاريع المتلكئة في الوزارة. افتتحنا عدد من المجمعات السكنية في عام 2023. يعني أنا ذكرت في بداية الحلقة أنه عام 23 هي عام إطلاق المشاريع وعام 24 هي عام الإنجازات. للأمانة الوزارة بدأت تنجز
ابتداء مو بال 24 ابتدينا ننجز احنا بال 23 افتتحنا جسور بال 23 افتتحنا مباني اداريه بال 23 افتتحنا مجمعات سكنيه اثنين بال 23 مجمع الاول افتتحنا مجمع عانا السكني اكثر من 500 وحده سكنيه وافتتحنا مجمع الدبوني سكن واطئ الكلفه بحدود 255 وحده سكنيه ايضا افتتحنا مشاريع المياه عدد اثنين في عام 2023 والافتتاحات متواليه ان شاء الله والوزاره تعمل على قدم وساق موضوع المتابعه اليوم موضوع اساسي معالي السيد الوزير يتابع المشاريع بدقه وهنالك فرق ايضا متخصصه لدينا في الوزاره قسم متخصص جهه مؤسسيه في الوزاره خاصه بمتابعه هذه المشاريع ورفض الوزاره بالتقارير الفنيه والتخطيطيه اللازمه المركز الوطني لا لا عندنا في مقر الوزاره في مقر الوزارة. الوزاره بالتحديد في مكتب السيد الوزير هنالك قسم متخصص لمتابعه المشاريع ويذهبون يروحون الى افادات لهذه المشاريع ويقدمون تقارير جيد وترفع هذه التقارير مباشره لمعالي السيد الوزير ويتم اتخاذ القرارات اللازمه في حينها لغرض انهاء او اي اشكاليه ممكن تظهر او اي تحدي ممكن يظهر في اي مشروع من المشاريع جسر غزه شنو موضوعه جسر غزه هذا احد مشاريع فك الاختناقات المروريه بالحقيقه واللي اطلق عليه هو انشاء جسر الزعفرانيه ومقترباته صح ايضا انطلق دوله رئيس الوزراء قبل تقريبا اكثر من شهر شهر ونص والعمل ماشي به هو يعتبر طبعا ضمن المشاريع فك الاختناقات الحزمه الاولى نعم الحزمه الاولى الحزمه الاولى لم يتبقى لدينا من الحزمه الاولى مثل ما ذكرت جنابك والساده المشاهدين فقط مشروعين وايضا هنا قيد التخطيط وجاهزات ننتظر العام القادم لاطلاقها للامانه اليوم ايضا هذه المشاريع انطلقت بدون تخصيصات ماليه لازمه لكن الوزاره وبحكم يعني الخبرات المتواجده بها وبحكم الشركات وجدت فد اليه معينه لبدء هذه المشاريع جي. وسيتم ايضا اطلاق التخصيصات الماليه حسنت. لها وستعزز ايضا في ميزانيه 2024 لغرض استمرار ديمومه هذه المشاريع وصولا الى انجازها ضمن التوقيتات المرسومه. يابا اعطيناكم حصتها لبغداد كافي يعني نصف الحلقه طارت لها لبغداد. هسه نبي المحافظات يعني من مهامكم هو البنى التحتيه بالمحافظات. نعم. وين مشاريعكم؟ سويت المحافظات؟ نعم. فيما يخص طبيعه الحال بالمحافظات انا ايضا ذكرت لحضرتك افتتحنا مجمعات سكنيه اثنين في المحافظات، ايضا افتتحنا مشاريع مي اثنين بالمحافظات. وايضا سيتم افتتاح عدد من مشاريع البنى التحتيه خصوصا الماء والمجاري في المحافظات. خلال عام 2000 مشروع مال العمارة بالضبط عام والزهور في عام 2024 المحافظات بطبيعة الحال ترفع احتياجاتها عن طريق دوائر المحافظات وهنالك يعني خلينا نقول مقسمة ضمن التخصيصات أو ضمن صلاحيات المحافظات إذا كانت بطبيعة الحال مشاريع البنى التحتية ضمن تخصيص إذا كانت ضمن تخصيص المحافظة فالمحافظة راح تلم، وإذا كانت خارج صلاحية المحافظات تحتاج إلى تخصيصات، فإنها راح تكون عبارة عن مشاريع اتحادية تنفذها عن طريق وزارتنا. اليوم وزارة الإعمار والإسكان عندنا 138 مشروع ضمن البرنامج الحكومي الحالي. أنجزنا غالبية هذه المشاريع وسننجز ما تبقى منها في عام 2024. ايضا ننتظر ادراج العديد من المشاريع كمكونات في وزاره التخطيط ليتم اطلاقها ان شاء الله مطلع العام القادم. يعني هيك الوزاره عندها امكانيه اداره هاي الملفات؟ نعم. احنا وزاره الاعمار والاسكان كان بها 22 تشكيل 21 تشكيل. معالي السيد الوزير دمج الشركات العامله عندنا من 8 شركات الى 4 شركات. اليوم الوزاره عندها عدد من التشكيلات منها ما هو تشكيلات مهمتها تصميميه، تشكيلات مهمتها تنفيذيه، تشكيلات عندنا المركز الوطني للمختبرات الانشائيه، المركز الوطني للاستشارات الهندسيه، دائره الاعمال الهندسي، دائره الاسكان، دائره الطرق والجسور، دائره المباني، دائره الاشغال والصيانه، اضافه الى 8 شركات وصندوق الاسكان تم دمجها وصندوق الاسكان، صندوق الاسكان معني بتوفير التمويل العقاري اللي هو الخاص ببناء واضافه البناء للوحدات السكنيه وهو متاح للجميع. ايضا تم دمج الشركات التنفيذيه للوزاره باربعه شركات، هذا الدمج بالحقيقه اعطى نوعا من تعزيز امكانياتها والياتها. كانت بالحقيقه قبل تشتغل بنظام معين، هذا الدمج ايضا وفر يعني ربما يكون في صالح هذه الشركات.
من ناحيه دمج الشركه، من ناحيه دمج الكوادر ودمج الاليات ودمج، وايضا بالحقيقه العمل جاري وساق. ايضا لدينا دائره بحوث البناء، وهي دائره متخصصه بحثيه معنيه باعداد البحوث والدراسات الخاصه بالمجال بالمجالات، وايضا هي معنيه بالفحوصات، اجراء الفحوصات الحقليه جنبا الى المركز الوطني للمختبرات الانشائيه. اليوم للامانه اقولها وليس دفاعا عن الوزاره كمتحدث عن الوزاره، اليوم الوزاره تعمل على قدم وساق، كافه التشكيلات تعمل باقصى امكانيتها سواء كانت تصميميه او تنفيذيه او مختبريه او حقليه الى اخره، لغرض انجاز مشاريع الوزاره كافه، لغرض تسليمها باسرع وقت ممكن وادراج باقي المكونات كمشاريع اخرى خلال عام 2024 القادم ان شاء الله. عندكم مهمه اخرى هو قطاع المباني، خاصه المباني الحكوميه والمدارس، شلون كان دوركم بها؟ يعني عمل الوزاره يتمحور بشكل اساسي باكثر من محور، المحور الاساسي الاول اللي تكلمنا عليه هو قطاع طرق الجسور اللي هي الحزمه الاولى والثانيه والطريق الحلق الرابع، اضافه الى باقي المشاريع بالتعاون مع البلديات في المحافظات. ايضا لدينا في قطاع المباني، قطاع المباني ايضا وزاره الاعمال والاسكان تاخذ كجهه مقاوله وجهه استشاريه عدد من المباني، سواء كانت هذه المباني تعليميه او مباني صحيه او مباني اداريه حكوميه، وبطبيعه الحال ايضا نسب الانجاز ماشيه بها وفق ما هو مرسوم لها. ايضا نعمل على محور اساسي بالحقيقه هو محور قطاع الاسكان في العراق، وهو المحور الثقيل بالحقيقه واللي نتحمل بمسؤوليه مشتركه كبيره. اليوم العراق يعاني بحدود من اكثر من 3 مليون وحده سكنيه، وبالتالي يضع تحدي كبير على عاتق الحكومه وعلى عاتق الوزاره باعتبارها الجهه القطاعيه الوحيده المسؤوله عن اداره وتطوير قطاع الاسكان في العراق. الحكومه الحاليه وتحت شعار حكومه الخدمات آلت على نفسها على ان توفر السكن المناسب او المأوى المناسب للمواطنين عن طريق الانشاء مشاريع المدن السكنيه الجديده بطريقه الاستثمار. إضافة إلى أنه لدينا دائرة الإسكان بالحقيقة، يعني إحنا اليوم نعمل في الوزارة بثلاثة محاور فيما يخص قطاع الإسكان. نحمل في مجال التمويل العقاري عن طريق دائرة الإسكان، صندوق الإسكان اللي يمنح عقود، اللي يمنح قروض سكنية ميسرة بدون فائدة، فقط تحميلات إدارية لغرض البناء والترميم، هذا أولا. من خلال دائرة الإسكان أيضا، دائرة الإسكان تشرف على إنشاء عدد من المجمعات السكنية، هذا المجمعات السكنيه اللي تشرف عليها دائره الاسكان هو الاسكان ميسر ومتاح سواء كان سكن عمودي او افقي. ولدينا بحدود الاكثر من 12 مجمع سكني الان تعمل، انجزنا 15 خلال الفترات الفاتت وافتتحناها وسلمناها للمحافظات. المحور الكبير بالحقيقه واللي خلينا نقول له ثقله واللي راح ينقل قطاع الاسكان بالحقيقه بالعراق الى نقله نوعيه كبيره ويساهم مساهمه فعاله في تطوير ودعم قطاع الإسكان هو مشاريع المدن السكنية الجديدة. اليوم هذه مشاريع المدن السكنية الجديدة المواطن والكثير يسألون بالحقيقة بالإعلام ومن نلتقي معهم عبالهم هاي مجمعات سكنية، ودائما ما يشار إلى مدينة بسماية السكني. مدينة بسماية السكني بالحقيقة ليست مدينة، هو مجمع سكني كبير يقارب 100,000 وحدة سكنية وينفذ على مراحل. الوزارة اليوم تعمل من خلال مشروع الكبير والتنموي هو هي مشاريع المدن السكنية الجديدة. هذه هي المدن السكنية الجديدة، هي مشاريع تنموية كبيرة يتم العمل بها وفق مراحل زمنية ومديات زمنية. هذه مدن سكنية 60% عندنا احنا في علم التخطيط الحضري والإقليمي 60% من مساحة المدينة هي تذهب إلى الإسكان سواء كان سكن عمودي أو أفقي بأنماط المختلفة، و40 الخدمات إلى الخدمات بمختلفة الخدمات. شنو اليوم الخدمات؟ خدمات هي مو بس مدرسة وشارع، لا هي خدمات صناعية، خدمات تجارية، وخدمات الأوبن سبيس أريا أو المناطق المفتوحة، كل المرافق الحياتية، كل المرافق الحياتية الأخرى اللي هي عدد الإسكان. اليوم مشاريع المدن السكنية الجديدة بالحقيقة هي مشاريع كبيرة وتنموية، أنجزنا أكثر من 15 تصميم أساسي لمدن سكنية كبيرة وتنموية في عدد من محافظات العراق. حنا بالحقيقة أربعة من هذه المدن. المدينة الأولى هي مدينة الجواهر السكنية. عفوا قبل عفوا استاذ المقاطعة، راح نتحدث عن مدينة
جواهر اللي افتتح قبل نعم. او وضع حجر الاساس قبل يومين او ثلاثه دولة رئيس الوزراء الاربعاء الماضي عفوا. اكو سؤال مهم هنا، انتم دوركم شنو انتم كوزاره؟ هل تشاركون في البناء؟ يعني هل فقط استشار ومتابعه او شنو دوركم؟ يعني اجاوبك على مدينه الجواهر لو بشكل عام؟ بشكل عام يعني في بناء المدن. نعم. سواء تتحدث لي مو على شخصك اللي عن مدن متكامله. نعم. شنو دور وزاره الاعمار نعم. والاسكان؟ لطالما شركات هماتين. نعم. يعني احنا لطالما نتكلم عن مدن سكنيه واحنا وزاره الاعمار والاسكان، اذا المسؤوليه الكبيره تقع على وزاره الاعمار والاسكان، طبعا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. يعني هسه خلينا نقول فيما يخص المدن السكنيه الجديده، وزاره الاعمار والاسكان وبالتحديد المديريه العامه للتخطيط العمراني اللي هي احدى تشكيلاتنا هي من قامت باعداد التصاميم الاساسيه لهذه المدن، وهي من اختارت وشكلت فرق، والعمل كان قبل مده زمنيه ليست بالقصيره. شكلنا فرق ورحنا للمحافظات، اعطونا المساحات الاراضي السكنيه الصالحه للسكن، وقمنا ايضا بدورنا ومن خلال المديريه العامه للتخطيط العمراني وعدد من المهندسين في المركز الوطني للاستشارات الهندسيه المتخصصين اللي هو بتخصص المعماري والتخطيط الحضري والاقليمي باعداد التصاميم الاساسيه لهذه المدن، ومن ثم صادقنا هذه التصاميم، فتحت العطاءات وفق معاييرنا التخطيطيه وحلناها كمقاولات. واضح. ايضا الوزاره باكر عقبه ايضا ستكون هي الجهه المراقبه، او هي باعتبارها هي رب العمل على الشركات اللي راح تستلم هذه المدن. فيما يخص مدينه احنا قلنا 15، اكثر من 15 مدينه سكنيه عندنا، حلنا اربعه مدن. المدينه الاولى هي مدينه الجواهري في قضاء ابو غريب، المدينه الثانيه علي الوردي الجيل الاول، هسه اتكلمك على الجيل الاول. واضح. عندنا اجيال من المدن صنفناها، الجيل الاول اللي حلناها هي اربعه مدن سكنيه يتكون من الجواهري في مدينه ابو غريب، ومدينه ضفاف كربلاء في محافظه كربلاء المقدسه، ومدينه الجنائن في محافظه بابل، اضافه الى مدينه الغزلاني في محافظه نينوى. فيما يخص مدينه الجواهري اللي افتتحها دوله رئيس الوزراء يوم الاربعاء الماضي بحضور الكادر المتقدم من الوزاره، وايضا سيد رئيس هيئه الاستثمار ومعالي امين بغداد ومعالي سيد محافظ بغداد والفريق الحكومي المكلف بانشاء المدن السكنيه الجديده، تم وضع حجر الاساسي لمدينه الجواهر السكنيه في قضاء ابو غريب. هذه المدينة بمساحة 7121 دونم، موقعها جيد جدا وقريب مقابل ناحية مقابل النصر والسلام في أبو غريب، وبالتحديد هي في معسكر طارق سابقا. تم إحالتها لائتلاف شركات، شركة عراقية مئتلفة مع شركة صينية، وإلها القدرة العالية على بناء هذه المشاريع التنموية الكبيرة. وبالفعل باشرت الشركة باستلام الموقع وإصدار إجازة الاستثمار، وأنزلوا بعض معداتهم وبعض معامل الكونكريت في الموقع، وإن شاء الله سيتم المباشرة بأعمال تسييج وضع السياج الخارجي إلى المدينة، إضافة إلى المباشرة بأعمال المسوحات، مسوحات التربة، أعمال الجيوتكنيك. بين ما تخلص هذه المدة يفترض الشركة تسلمنا التصاميم التفصيليه الايربن ديزاين مع المدينه السكنيه بالضبط، وين مواقع السكن، عددها، انماطها، استعمالات التجاريه ايضا ستكون. مشاريع المدن السكنيه هي مشاريع جميله جدا ومشاريع تنمويه، والحكي بها بصراحه يعني ما يخلص، يحتاج الى ساعات، لان يعني بالحقيقه انت ترسم اليوم حياه جديده لالاف من السكان، لتوفر لهم سكن، لتوفر لهم استعمال صناعي، ده توفر لهم استعمال تجاري، ده توفر لهم مدارس، مستشفيات، طرق، مناطق، مدن متكاملة، مدن الملاهي، يعني خلينا نقول مو ملاهي بمعنى الكلام، خلينا نقول مدن الألعاب وإلى آخره، احنا ننصح لها بالتخطيط. وبالتالي ده تنشئ حياة جديدة في مكان جديد. يحتاج إلى التمرحل بالحقيقة في العمل في المدن، هو عمل يعني هو ليس بالسهل لكن في نفس الوقت هو مو صعب. المدن بطبيعة الحال يتم إنشائها وفق مراحل أو فيزات، مرحلة أولى وثانية وثالثة، مع تكامل الخدمات في كل مرحلة اللي يتم تسليمها بأسرع وقت ممكن. اليوم توجيه دولة رئيس الوزراء ومن خلال هذه الحكومة هو إنهاء أو مساهمة الفعالة والجدية في إنهاء معاناة المواطن العراقي وخصوصا الجهات
او الفئات خلينا نقول اللي هي اكثر استحقاقا للسكن، وهي الجهات وهي الفئات الهشه من المجتمع ذات الدخل المحدود، ذات الدخل المحدود، اضافه الى الفئات المتوسطه، اضافه الى انه تستهدف بالحقيقه سحب الكثافات السكانيه العاليه من مراكز المحافظات او الاقضيه، وانشاء حياه جديده بمعايير جديده مستدامه بيئيه. اليوم شركاء لدينا شركاء اساسيين في المدن الجديده، هي هيئه الاستثمار الوطنيه شريك اساسي، امانه بغداد، محافظه بغداد، وزاره البيئه اليوم شريك اساسي. هذا يسعى لكل المحافظات اكيد طبعا. افتتحنا يوم الاربعاء الماضي احدى المدن الاستراتيجيه الجديده بالحقيقه اللي لم بس اقاطعك اسف جدا استاذ، اسف المقاطعه مره اخرى استاذ السابق، عندنا عايشين في مشكله كبيره بصراحه اقرها بمجلس النواب في احدى الدورات. المستثمر عم بحكي على استراتيجيه دوله يعني، مو افراد يعني، ينطي فلوس ينطي قرض للمستثمر وارض مجانا ويبني ويبيع هو. نعم. انت هنا يعني ما اتوقع غايبه عليهم، ما غايبه على دوله رئيس الوزراء، على الاخوان المختصين، بانه الى متى عن المستثمر انطيه ارض مجانيه واعطيه قرض ويبيع براحته. نعم. يعني احنا اليوم الحكومه اتبعت استراتيجيه جديده بالحقيقه فيما يخص المدن الجديده. هذه مشاريع حساسة ومشاريع تنموية كبيرة، ما ممكن أن تمضي بالشكل اللي تفضلت به جنابك. اليوم الـ الـ الشيء الجديد في ما يخص هذه المدن الجديدة إلها أن تم إحالتها إلى مستثمرين دون إعطاء دفعات نهائيا، لأن هذه المدن تنفذ بأسلوب الاستثمار. اليوم أنا يعني هي ليست مقاولة، يعني ما ذكرت أنت هو ذكرت أن مقاولة، أن أعطيك القاع واعطي جزء، وهذا هي شروط العمل المقاولات، وهي ليست هذا فيما يخص المقاوله. فيما يخص الاستثمار والشيء الجديد اللي تبعته الحكومه، انه انا اعطيناه الارض مجانا لقاء لا شيء، هو راح يبني بفلوسه. احكي لك هذا على استثمار. نعم. يعني البدايه ما بدي نذكر الاسم. نعم. لغرض الاعلام، لكن موجوده في الكارخ، انطى ارض في مساحه مهمه جدا في نعم. موقع جدا مهم، بناء أبنية بأكثر من مجمع سكني. نعم. ونباع بأسعار خيالية. نعم. هو بالتالي هو المستفيد المستثمر. لا طبعا، يعني إحنا أعيد وأكرر طبعا دائما ما أقوله في القنوات الفضائية ومن خلال الإعلام، السياسة الجديدة للحكومة في تنفيذ هذه المدن السكنية هي أن تعطي فقط الأرض والمستثمر هو راح يبني بفلوسه ويبيع. لكن اليوم الدولة دخلت بشيء أساسي، أولا من خلال عمليات التفاوض اللي جرت مع الشركات المطورة اللي تم إحالتها الأربعة مدن اللي ذكرتها، الجواهري والجنائن وضفاف كربلاء والغزلاني. أولا حددنا للمستثمر بأن يقدم لنا سعر الوحدات السكنية من خلال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية دي قدام. جيد. هاي واحدة. ثانيا وهذا فشي طبعا يحسب للحكومة ولوزارة العمارة والإسكان، إلا أنه ألزمنا المستثمر أن ينطينا جزء من الوحدات السكنية أو الأرض بنسبة مئوية مجانا. يعني فيما يخص مدينة الجواهري، مدينة الجواهري ستوفر أكثر من 30,000 وحدة سكنية بأنماطها المختلفة، البناء العامودي والأفقي، وألزمنا المستثمر أن ينطينا 10,000 قطعة أرض مخدومة خدمة كاملة مجانا للدولة. يعني ما راح ينطينا شوله. يعني بالنسبه 25% تقريبا. بالضبط 25% من مساحه الارض، هذا ما تم فرضه من خلال التفاوض اثناء عمليه فتح العطاءات والتفاوض مع المستثمرين. وبالتالي هذا راح ينطي فد مرونه كبيره للدوله بالحقيقه في ان تعيد توزيع هذه الاراضي بشكل ربما سيكون مجاني او شبه مجاني، لكنه بكل تاكيد سيكون ميسر بشكل كبير، لان توجيه دوله رئيس الوزراء المحترم من خلال هذه الحكومة ومن خلال إنشاء مشاريع المدن أنه يستهدف بالدرجة الأساسي الفئات الهشة من المجتمع والفئات المتوسطة وما هو أكثر من ذلك. وطبعا هذا يسري على باقي المدن، بس طبعا كل مدينة لها خصوصيتها. يعني هنالك ما المدن من خلال التفاوض فرضنا عليه أن يعطينا نسبة من الوحدات السكنية زائدا الأراضي السكنية. في بعض المدن ربما يعطينا بس هنا هو مبني كامل بس كل خدماته، يسلمني كامل كل خدماته بكل خدماته، يسلمنا مفتاح كي جوب. حلو. يسلمنا عدد من الوحدات السكنيه 25% 10% 15%. يعني انت تعرف حضرتك اليوم الكلفه ودراسات الجدوى الاقتصاديه للطرفين هو عامل اساسي.
المستثمر يريد اكثر ما يمكن والدوله ايضا تريد اكثر ما يمكن. هيك شيء. وهذا الاسلوب هو بالحقيقه هو اسلوب جديد لم تتبعه الحكومات السابقه من خلال التعامل مع المستثمرين. وهو الهدف طبعا الهدف الاساسي منه هو توفير اكبر قدر ممكن من الدعم للمواطن من خلال توفير اراضي سكنيه مخدومه. ايضا الاراضي السكنيه المخدومه اللي راح نعطيها الى المواطن ان شاء الله حال الاكمال منها ايضا سيحظى بقرض مدعوم من صندوق الاسكان ليتمكن من بناء الوحده السكنيه فيما يخص مدينه الجواهري. باقي المدن وتبع الخصوصيه مالتها مساحتها العوامل الجغرافيه والتخطيطيه والفنيه لها ايضا فرضنا على المستثمرين نسب مئويه تختلف، يعني هنالك تباين بالنسب المئويه اللي فرضناها عليه بتسليمنا عدد من الوحدات السكنيه اضافه الى اراضي سكنيه مخدومه. هناك اكيد الالتزام بالوقت يعني مهم جدا، يعني هل هناك عامل الوقت مثلاً؟ اكيد نعم، يعني دوله رئيس الوزراء المحترم ذكر انه مدينه الجواهر السكنيه مده انجاز المشروع هو 3 سنوات، لكن بشكل عام العمل بالمدن السكنية يحتاج إلى بعض الوقت ويحتاج إلى تمرحل في إنجاز المدينة السكنية. يعني المدن السكنية الكبيرة ليست مدينة الجواهري، المدن السكنية الكبيرة المليونية خلينا نقول سنة الهدف بها إحنا بعلم التخطيط الحضري والإقليمي هو يتراوح من 25 إلى 30 سنة طبعا ولم تكتمل المدينة بالكامل، وهو شغل كبير ومشروع تنموي كبير ويحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة. اليوم الوزارة لن تتحمل أو الحكومة عفواً لن تتحمل أي شيء في إنشاء هذه المدن سوى أنها ستوصل الخدمات البنى التحتية الرئيسية الماء والمجاري والكهرباء والطرق الرئيسية إلى السياج الخارجي للمدينة، يقوم المستثمر بدورة بإدخال هذه الخدمات وتوزيعها وفق معاييرها التخطيطية على كافة الفعاليات والأنشطة والاستعمالات داخل المدينة. تعبناك اليوم أستاذ سبق. أستاذ سبق إذا عندك كلمة أخيرة توصلها للمتلقي من خلال عملكم في هذه الوزارة، هدفكم الأسمى من نعم. خلال هذا العمل. يعني أنا بالحقيقة أود أن أقدم شكري وتقديري لقناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة وبيان أهم أنشطة وزارة الإعمار والإسكان. اليوم وزارة الإعمار والإسكان هي الجهة القطاعية المسؤولة عن توفير خدمات البنى التحتية، أيضا هي الجهة المسؤولة عن دعم وتطوير قطاع الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في البلد. اليوم بالحقيقة الوزارة تعمل على قدم وساق، اليوم معالي السيد الوزير يتابع كافة مشاريعنا صباحا ومساء وليلا، وأيضا كوادرنا للأمانة يبذلون أقصى جهودهم سواء كانت الكوادر الهندسية أو الكوادر التنفيذية أو الكوادر الأخرى بكل صنوفها وبكل أنواعها. اليوم الوزارة عازمة على إنجاز كافة مشاريعها التي تم إقرارها ضمن البرنامج الحكومي. عام 2023 هو عام التخطيط وإطلاق المشاريع، وعام 2024 كما ذكره دولة الرئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد شيع السوداني سيكون عام الإنجازات، وستكون هنالك مشاريع الواحد يتم افتتاح الواحد يلو الآخر. وبس أحب أوصل رسالة أخيرة من خلال قناتكم الموقرة إلى السادة المشاهدين الكرام وإلى أهالي مدينة بغداد وهم أهلنا، إلهم علينا كل الحق. مشاريع فقر الاختاقات المرورية هي إن وجدت لخدمتهم، ونتأمل يعني سعة صدرهم وصبرهم، وإحنا كليتنا ثقة بهم. والوزارة أطلقت بالحقيقة هاشتاج هو تحملونا شوية، إن شاء الله سيجنون هم سيجنون الثمار مو إحنا، ثمار هذه المشاريع سيجنيها المواطن إن شاء الله مطلع العام القادم. وشكرا جزيلا على تحت هذه الفرصة. شكرا جزيلا أستاذ المهندس تبرق صباح المتحدث الرئيسي بزم باسم الإعمار والإسكان، شكرا لك. الله يسلمك دكتور يا مرحبا، شكرا لحضورك وشكرا لهذه المعلومات الكبيرة. الله يسلمك. وأيضا باسمنا باسم كادر البرنامج بخدمتكم وقناة الأيام تحياتنا لمعالي وزير الإعمار والإسكان ساد بنكين رايقاني، وفعلا هذا الرجل ده يشتغل وجزاهم الله خير الجزاء. الله يسلمك. أحسنتم. إذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.